يبدو ننادي عريق عظيم كبير زي غزل المحلة يسير الآن في الطريق الصحيح. وأنا بقول يبدو ليه؟ عشان النادي يتحسس خطواته الأولى. مستنيين نشوف النتائج، مستنيين نشوف غزل المحلة يرجع تاني واحد من أعرق وأكبر الأندية اللي تنافس في الدوري المصري. هو هيبقى نادي عريق وكبير وعظيم وتاريخي، بس عايزينه عمليا وحاليا يرجع تاني غزل المحلة، واحد من أفضل وأهم الأندية اللي جت في تاريخ مصر. معايا عبر الهاتف الآن المهندس وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا بيك يا حبيبي، منور بيك يا استاذ كريم. ازيك؟ اهلا بيك يا فندم، منور الدنيا. عمالين بنسمع كلام كتير عن تطورات حصلت في نادي غزل المحلة وشركة كورة وملاعب وحكايات كتيرة جدا خلتنا نبقى مبسوطين ومبتسمين. حتى انا اتكلمت مع الاعداد قبل ما اخش النهاردة، قلت لهم لازم نتكلم على غزل المحلة، نفرح ان غزل المحلة يرجع للطريق الصحيح تاني. اشرح لنا يا فندم من فضلك. انت عارف حضرتك غزل المحلة يعني تاريخه، نادي كبير وله جماهيره جماهيره العاشقة ليه. فاحنا ان شاء الله يعني ساعة ما نزل الدوري السنة اللي فاتت محترفين، وحطينا خطة ان احنا نرجع في نفس السنة للدوري الممتاز وربنا كرمنا فيها. والسنة دي الحمد لله عاملين تطوير في كل حاجة، سواء في الملاعب ولا الفاسيلتيز ولا الخدمات اللي خاصة بالنادي. هايل. هو الفريق الأول نفسه، فاحنا لغاية دلوقتي عاملين صفقات في حدود 16 17 لعيب جداد، واسماء كبيره واسماء لها خبراتها سواء في الدوري المصري او حتى اسماء اللي جايه افريقيا وعربيا يعني. الحمد لله، يعني منها جزء من الدوري المصري له خبره، ومنها جزء من دوري المحترفين وعديد طبعا، وفي صفقات افريقيه وعربيه زي ما حضرتك قلت، اخرهم بن حموده هداف الترجي التونسي. طبعا طبعا. احنا عاملين معسكر تقريبا من شهر 7 ما بين اسكندريه والاسماعيليه والقاهره، عملنا ماتشات وديه كتير، وان شاء الله يبقى بس ربنا يكرمنا وتدخل في الانسجام، لان يعني 17 وفي صفقتين كمان يمكن بكره او بعده يخلصوا، فكده يبقى قفلنا العدد كامل، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في الموسم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. الفتره اللي جايه غزل المحله كان كثيرا ما يعاني من ازمات ماديه وماليه، هي اللي كانت بتعطل دايما غزل المحله. الامور دي اتحلت ومبقاش فيها مشاكل؟ ان شاء الله ما يكونش فيه مشاكل. احنا من السنه اللي فاتت يعني ماشيين بخطه كويسه، والسنه دي كمان ان شاء الله ماشيين بخطه كويسه. معانا ربنا سبحانه وتعالى وجمهور جميل بيحب النادي، وزي ما حضرتك قلت جبنا لعيبه توليفه كويسه، ان شاء الله ينسجموا مع بعض ويتكنسوا مع بعض، وتكون النتيجه ان شاء الله مرضيه للجماهير ونادي غزل المحله ان شاء الله. عظيم. عارف حضرتك الانديه الجماهيريه بوجودها في الدوري الممتاز بيدي طعم ثاني يعني. طبعا طبعا. لا وده غزل المحله يعني. كابتن احمد عيد عبد الملك مستمر في القياده الفنيه لنادي غزل المحله؟ مستمر معانا، وده كان اتفاقنا معاه ان شاء الله اول ما جه، ان لو ربنا كرمنا وطلعنا ممتاز احنا يعني ان شاء الله متفائلين بيه، عاملين له كل دعم، ومدرب واعد، منظومة كلها في ظهره، والجمهور في ظهره، وربنا يكتب له الخير ويوفقه ان شاء الله. هاي. ملعب غزل المحله من الملاعب التاريخيه في مصر، من السنه اللي فاتت او من سنتين كمان نتحدث انه الملعب اصبح متهالك جدا. ماذا عن تطوير ملعب غزل المحله، الملعب اللي احنا كلنا بنحبه يعني؟ الملعب غزل المحله كان فعلا زي ما حضرتك قلت كده فترة من يوم ما انشئ تقريبا ما حصلش فيه تطوير. صح. فاحنا دلوقتي بدأنا يعني غيرنا الأرضية كلها. كان الوقت معانا قليل قوي، بس كان فيه صراع، والحمد لله مجهودات الناس اللي معانا والمنظومة كلها قدرنا نخلص الأرضية كلها، خلصت خلاص. شغالين دلوقتي على توسعة المقصورة توريد الكراسي لكل المدرجات، ما كانتش في كراسي الاول في المدرجات. عملنا شاشه الكترونيه كمان. عملنا احدث حاجه للعيبه صالات جيم على اعلى مستوى، واجهزه ريكفري واجهزه ليزر للعلاج الطبيعي. تطوير غرف الحكام والضيوف كلها.
هايل. يعني زي ما تقول كده عملنا تطوير كامل للاستاد. هايل. الوضع بالنسبه للحارس الزنفولي وتوقيعه ليكم وانتوا قدمتم شكوى، هل الامور مستمره ولا تصالحتوا او الامور خلصت بشكل ودي؟ لا، الامور مستمره، وزي ما قلت قبل كده احنا قصتنا مع اللاعب يعني علاقتنا كويسه بنادي حرس الحدود وناس الداخليه، نادي الداخليه، هي المشكله كلها مع اللاعب نفسه هو على الموقف اللي عمله معانا، ويعني ان شاء الله برضو زي ما قلت يعني ناخد للنادي حقه، انما هو كده وكده احنا قفلنا عدد حراس المرمى معانا خلاص. فالقصه مش قصه ان اللاعب يلعب معانا ما يلعبش معانا، القصه كلها حقوق النادي في اللي هو عمله معايا. مهندس وليد خليل رئيس شركة الكرة بنادي غزة المحلة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية، كل التوفيق إن شاء الله الفترة الجاية لنادي غزل المحلة.